هناك أعمال لو اقترفتها وحملت في صحيفتك سوف تسوءك، سوف يسوء الإنسان ما يحمل، ألا ساء ما يزرون. هذا مثل بسيط، لو حملت شيئا ممنوعا وضبطت بأنك تحمله وعليه وزر ثقيل، ألا تلعن الساعة التي التقيت بها بهذا الإنسان؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر جددي السفينة فإن البحر عميق، وأكثري الزاد فإن السفر بعيد، وخفف الأثقال فإن في الطريق عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون، وأخلص النية فالناقد بصير. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. إذا جمعت بين اثنين على معصية هذا وزر، إذا اغتبت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه؟ الغيبة وزر، النميمة وزر، الكذب وزر، التنابذ بالألقاب وزر، ولا تجسسوا تقصي الأخبار السيئة وزر. أوزار اللسان لا تعد ولا تحصى، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أو نؤاخذ بما نقول؟ قال ويحك يا سعد، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما تقول؟ بقي العين، العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني واليد تزني. ليحملوا أوزارهم كاملة. تدخل على دكانه امرأة يتأمل محاسنها، يصافحها، يدير معها حديثا لطيفا، هذا كله آثام. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يبيع ويشتري، يخفي العيب، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يبيع البضاعة نسيئة فيزيد في الثمن، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يقيم وليمة فيها رجال ونساء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يذهب إلى بلد أجنبي فيرخي الحبل ويعطي لنفسه العنان، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يستمع إلى صوت قينة فيصب الآنك فيها يوم القيامة، فقيل يا رسول الله وما الآنك؟ قال الرصاص المذاب يملأ عينيه من الحرام، فيملأهما الله من جمر جهنم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يرسل ابنه إلى بلد أجنبي ليتعلم اللغة الأجنبية، فيعود ابنه زانيا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يقول هذا الابن يا رب لا أدخل النار حتى تدخل أبي قبلي، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يزوج ابنته من رجل غني طمعا بماله ومركبته وجاهه، فيطلق هذا الزوج للزوجة العنان، تفعل ما تشاء، تختلط مع الرجال، تترك الصلاة، وهو يظن أن بهذا الزوج قد حصل عزا ومالا وفيرا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ما أكثر المعاصي في البيع والشراء، آلاف المعاصي، آلاف. في سيرك في الطريق مئات. إذا دخلت البيت وأدرت جهاز اللهو على شيء يغضب الله ورسوله
وقعت في المعاصي، لكن الآية فيها ما يقسم الظهر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذا استمتعت أنت ببرنامج يغضب الله ورسوله، وشاهد هذا البرنامج ابنك وابنتك الشابان وانحرفا انحرافا لم تعلم به، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. لكن كلمة بغير علم تأخذ بالألباب. هذا الذي يضل بغير علم يظن أن هذا حضارة، هذا شيء عصري لا ينبغي أن نحرم منه. يضل الناس وهو يحسب أنه ينفعهم، يؤذيهم في أخلاقهم وهو يظن أنه ينفعهم، يحبب إليهم الدنيا وهو يظن أنه يخدمهم بغير علم. هذا الذي يضل بغير علم وهذا الذي يضل بغير علم. ولا جهل في القانون، مبدأ عام في القضاء، لا جهل في القانون كذلك لا جهل عند الله. فالإنسان إذا جهل يحاسب على جهله. لما لم تتقص الحقائق؟ لما لم تتبع سبيل من أناب إلي؟ لما اتبعت سبيل أهل الدنيا؟ لما صدقتهم؟ لما عطلت فكرك؟ لما لم تقرأ القرآن؟ لما لم تحضر مجالس العلم؟ لماذا بقيت جاهلا؟ لماذا اتبعت هواك؟ لماذا استمعت إلى وسواس الشيطان؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. مبدأ المسؤولية. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم هذا الذي فعلته، سننت في أسرتك وأنت عميد هذه الأسرة لقاء أسبوعيا مختلطا، شيء جميل. سننت هذا اللقاء واستمر هذا اللقاء بعد وفاتك وتابعه الأهل. كان جدنا يفعل هذا. هذا الاختلاط إلى يوم القيامة ما الذي نتج منه؟ من اشتهاء، من زنا النظر، من طلاق زوجة. هذا الاختلاط الذي سننته في أسرتك سوف تتحمل تبعاته إلى يوم القيامة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أما هنا السؤال، لما لم يقل الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار؟ قال ومن أوزاري. هذا الإنسان الآخر له معاصي هو وحده مسؤول عنها، وله معاصي كانت بسببك، فهذا الذي كنت أنت سببا في حصوله تحاسب عليه، يضم إلى أوزارك. فكل وزر يقع فيه إنسان آخر فعله بسببك، بتشجيعك، بدلالتك، بتوجيهك، برضائك، بسكوتك، فهو يكتب على فاعل الوزر ويكتب ثانية في صحيفتك. فليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أما قد يكون الإنسان ضالا وهو لا يعلم، وقد يقع عليه الضلال وهو لا يعلم. من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه. هذا الذي يضل بغير علم ويضل بغير علم، يظن هذا حضارة،
يظن هذا رقيا، يظن هذا رقة، يظن هذا ذكاء، يظن هذا عقلا متفتحا، نفسا مرنة، هذا كله ضلال في ضلال. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار، أنت عبد، العبد عبد والرب رب، هذا هو الشرع، هذا هو القرآن، هذا هو الدستور، هذا هو الكتاب، فالذي حرمه حرام إلى يوم القيامة، والذي أحله حلال إلى يوم القيامة. الحرام ما حرمت، والحلال ما أحللت، والدين دينك، والشرع شرعك يا رب. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أما ألا ساء ما يزرون، يعني هذا الذي يحملونه سوف يسوءهم. لو أعطاك إنسان ظرفا صغيرا سميكا قال لك خذه ضعه في جيبك، هو هدية مني لك، أنت حملته وفرحت به، ضبطت في مكان ما وفتشوك فإذا في هذا الظرف حشيش، وساقوا من حمله إلى السجن وحكموا عليه بثلاثين سنة مع الأشغال الشاقة، ألم يسؤه هذا الذي حمله؟ هذا الذي حمله في جيبه ألم يكن سببا في دماره؟ هذا مثل. في بعض البلاد إذا ضبط الإنسان يحمل مادة مخدرة يعدم فورا. ألا ساء ما يزرون، إذا كان هذا عند البشر فكيف عند خالق البشر؟ هناك أعمال لو اقترفتها وحملت في صحيفتك سوف تسوءك، سوف يسوء الإنسان ما يحمل. ألا ساء ما يزرون، هذا مثل بسيط. لو حملت شيئا ممنوعا وضبطت بأنك تحمله وعليه وزر ثقيل، ألا تلعن الساعة التي التقيت بها بهذا الإنسان؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون.